ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وقد ذكر أن هذا الرجل كان له غنم وكان يقدم لبنها للوافدين، بل كان يضع الزبيب الطيب الذي يجلب من الطائف كان يضعه مع الماء ليحليه. وبهذا الصنيع رأوا أن لهذا الرجل مكانة، فلما مات ماذا صنعت الأجيال من بعده؟ عكفوا على قبره. وإذا عكف على القبر لا شك أنه وسيلة من وسائل عبادته من دون الله عز وجل.